السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وكنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم رجعت معكم بوصفة جديدة. اليوم غنديرو كلاص عاوتاني، ولكن غادي نديروه بلوك واحد اخر. غادي نديرو ديال الفاني. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال الكلاص. اول حاجه البنات غادي ناخذوا هاد لاموس ديال الكلاص. انا خديتها ديال الفاني، نتوما تقدروا تاخذوها باش ما ديال اي حاجه نتوما بغيتو. انا ديما تنركز لكم على المقادير كلها تكون بارده من الاحسن. انا غادي ندير هذيك لاموس، غادي نزيد عليها واحد الكاس ديال الحليب. المهم انا المقادير كلها كنخليها لكم في صندوق ديال الوصف. غادي نزيد عليها الحليب ومن بعد غادي نطلع بالباتور. غادي نبدا على بركه الله. غادي نبدا باول حاجه، غادي نطلع هاد لاموس ونرجع معاكم. من بعد ما طلعت لي لاموس، شوفوا دابا غادي نزيد عليها شويه ديال النيسلي. صراحه راه كيجي بنين، وراه اللي داقو عندكم راه اكيد غادي يسولكم اشنو دايرين في هاد الكلاص. نتوما عارفين الفاني كيتواتى معاه الشوكولا. غادي ندير هاد الشوكولا حبيبات. درت شوكولا حبيبات وغادي نزيد معاه واحد شويه ديال النكهه ديال الفاني. نسيت ما درتهاش في الاول، ولكن معليش ماشي مشكل، نزيدوها دابا. صافي ودابا غادي نخلط كلشي. دابا غادي نخلط كلشي انا البنات، نخلط معكم باش ما يجيش الفيديو طويل ونرجع معكم. دابا البنات من بعد ما حصلت على الكلاص غادي نديرو دابا في الكونجيلاتور. غادي نسد عليه، غادي نديرو في الكونجيلاتور القليله واحد 10 ديال السوايع ونرجع معكم بالتقديم ديال الكلاص. خليت لكم راحه. انا رجعت معكم البنات وباخر الفيديو. هذا هو الكلاص اللي حضرت معكم. صراحه راه كيجي غزال، وسيرتو الا ميلونجيتيوه مع شي مع واحد اخر ديال الشوكولا ولا شي حاجه. كنتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم، وكنتمنى تفرحوني بليجيم ديالكم، واللي مشترك يبارطاجي الفيديوهات ديالي مع الاحباب والاصدقاء علاش لا، واللي عاد شاف الفيديو ديالي يدير ابوني ومرحبا بك في عائلة نجوى كوكس. المهم البنات خليت لكم الراحة، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.